مملكة معين. قامت مملكة معين في بداية الألف الأول قبل الميلاد، واندثرت تقريبا عام 150 قبل الميلاد، وكانت عاصمتها قرناو. عاصرت ممالك سبا وقتبان وأوسان وحضرموت التي كانت تربطها بمعين علاقات متميزة وقوية. من أشهر ملوكها إيليفع يثع، وقع إيريام، يثع إيل صديق، أبيدع يثع، وقع إيل بن يثع إيل صدق. اشتهر المعينيون بالتجارة وتسويق البخور والعلاقات مع ممالك مصر والفينيقيين والإغريق، كما أسسوا محميات على طول القوافل التجارية، بعضها غدا ممالك مستقلة مثل دادان ولحيان بالعلا.